بسم الله الرحمن الرحيم. مبروك مبروك لكل أهلاوي في مصر، مبروك لكل أهلاوي في الوطن العربي، مبروك لكل أهلاوي في العالم كله، مبروك لقيادات ورموز النادي الأهلي اللي أعطت ورحلت واللي دايما بندعي لهم بالرحمة، مبروك لقيادات ورموز النادي الأهلي اللي لسه موجودة ولسه بتعطي، مبروك لكل لاعبي النادي الأهلي في كل الألعاب اللي اعتزلوا، مبروك كمان لكل لاعبي النادي الأهلي اللي لسه موجودين ولسه بيعطوا وبيعرقوا، مبروك لكل جماهير النادي الأهلي. كمان لازم نقول ان النادي الأهلي لما فكر يعمل قناة فكر يعمل قناة نمرة واحد عشان جمهوره وعشان القيم والمبادئ والمصداقية والحياد هي شعاره، كان لازم كمان تبقى شعار قناته. النهاردة يا جماعة يوم مش عادي، انا فخور جدا ان انا معاكم، وعشان كده هيبقى معانا نجوم كتير بتحتفل معانا ومعاكم بانطلاق البث التجريبي لقناة النادي الاهلي. كمان النهاردة هيبقى في مباراة عالمية بين الاهلي وإيه روما، ما هو الاهلي ما بقاش بطل مصر بس ولا افريقيا بس، ده ثالث العالم، مباراة عالمية في الساعة 9 بالظبط 6/8 أو 6 أغسطس 2008، يوم جديد في حياة كل أهلاوي.